إذن تغييرات مرتقبة من المنتظر أن تشهدها القضية الفلسطينية في الأيام المقبلة عقب وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض. فبايدن أعلن أنه سيعيد إرسال المساعدات للفلسطينيين وسيعمل على إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى حل الدولتين. كما وعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي أغلقته إدارة ترامب في 2018، وتعهد كذلك بالعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها أيضا إدارة الرئيس السابق ترامب، وذلك في خطوة يراها محللون أنها تهدف لخلق توازن سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تصريحات وتعهدات دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعراب عن تطلعه للعمل مع بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني. في نوفمبر الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد إبداء تل أبيب استعدادها للالتزام بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين. وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية عقدت حركتا فتح وحماس عدة اجتماعات العام الحالي، كان آخرها في القاهرة الشهر الماضي، وتم التباحث خلاله حول عدة قضايا أبرزها تحديد موعد الانتخابات العامة من أجل البدء في طي صفحة الانقسام الذي يمتد لأربعة عشر عاماً.